نحن جميعا بكل الخير والامن والامان والسلام والاستقرار، مشرفين ومنورين ملتقى حضراتكم، ملتقى الهناجر الثقافي. يا اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، يعني كلهم باسمه. اسمحوا لي ان ارحب بضيوفنا اللي مشرفينا ومنوريننا، وزي ما حضراتكم شايفين يعني ضيوفنا جميعا اغنياء عن التعريف، معانا ومشرفانا ومنورانا استاذتنا الحبيبه القديره الغاليه اللي وحشتنا كتير، وكتير بنستمتع بحواراتها وكلامها اللي دايما بيكون كلام تاني وكلام تستمتع وانت بتستمع اليه. استاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، طبعا عضو المجلس الاعلى للاعلام السابق، استاذتنا الدكتوره هدى زكريا. يا اهلا وسهلا، شرفنا ومنورنا دكتوره، ومشرفنا ومنورنا استاذ الاساتذه، رئيس معهد اعداد القاده بحلوان السابق، يعني مستشار وزير التعليم العالي للانشطه الطلابيه، استاذ طبعا بجامعه عين شمس، استاذنا جميعا استاذنا الدكتور طايع عبد اللطيف، مشرفنا ومنورنا يا دكتور. ومشرفنا ومنورنا الكاتب والمؤرخ الكبير، وهو دايما بيعتز باللقب ده، طبعا وكيل كليه الاداب جامعه عين شمس، واستاذ التاريخ الحديث بجامعه عين شمس، والحقيقه المؤرخ والعدة نقول حقب زمنيه مهمه جدا، مش تاريخيه كمان لا وفنيه، استاذنا الدكتور طارق منصور. اهلا يا دكتور، اهلا وسهلا. ومعانا ومشرفنا تجربه شعريه جديده، نقول لها تجربه متميزه في المسرح الشعري، متميزه في كلماتها، في اختيار بحور شعر قصائدها، لها مجموعه من القصائد الحقيقه، وهي كمان متميزه في طريقه القائها، لها مجموعه من الدواوين، منها طبعا على سبيل المثال ديوان الف ليله وليله، ديوان بيكاسو وحديث الظلال، جدار شوق الامنيات، وغيره وغيره. معانا الشاعره والاديبه والروائيه رشا الحسيني، اهلا وسهلا. ومعانا ومشرفنا ومنورنا اي كلام اقوله عنه بيبقى كلام يعني شهادتي مجروحه زي ما بيقولوا، الاخ والعزيز الزميل استاذ الناقد الفني الكبير واستاذ النقد الموسيقي باكاديميه الفنون، صاحب الطله الحلوه وصاحب الصوت كمان الجميل، والملحن اللي له تجارب لحنيه رائعه، معانا الاستاذ الدكتور اشرف عبد الرحمن. معانا طبعا القاسم المشترك، النص الحلو والجميل دايما معانا، الفن، ودايما بنقول وما تحلى الدنيا الا بالفن، ومش اي فن، الفن اللي بيقضي في لحظه على اي صداع، وبخلي الاعصاب تسترخي من غير ازمات وحروب وصراع. معانا المزيكا اللي بيقولوا عليها هي وحي الروح، هي سحر البوح من غير كلمات، المزيكا هي حب وود ووصل وصد وشوك مع ورد الى اخره، طبعا الى اخره بالنغمات. ومعانا الاغنيه اللي من كل الدنيا بتتمخطر وبسحر واعجاب، بتعبر من شرقيه ومن غربيه، ولها في سماوات الفن القدسيه ولها في المقامات الشرقيه. معانا النهارده فرقه من اهم الفرق الغنائيه اللي كمان متميزه في الوان غنائيه كتيره، ولكنها تتميز اكتر في الاغاني الوطنيه. معانا فرقه شموع الغنائيه، طبعا اساتذه عازفين رائعين الحقيقه، بنتشرف بوجودهم معانا بقياده المطرب الجميل العندليب سعيد عثمان. تحيه كبيره للفنان سعيد عثمان. شرفنا ومنورنا طبعا الحقيقه الاساتذه العازفين، برحب بيكم جميعا كلهم باسمه، وطبعا استاذنا فاروق يعني تحيه كبيره للوجود معانا. وخلوني ابدا سريعا عن موضوعنا، زي حضراتكم عارفين موضوعنا من موضوعات الحقيقه المحببه لدينا جميعا كمصريين وكعرب كمان، يعني وخاصه الاغنيه الوطنيه المصريه لها مذاق خاص جدا. الاغنيه الوطنيه لها دور كبير بل بالغ الاهميه في حياتنا وحياه كل الامم والشعوب.
الأغنية الوطنية ليس كما يحسبها البعض منا أنها عبارة عن صيحات من الطرب والأنغام، لا، هي نبضات روح الشعوب. الأغنية الوطنية بيقولوا عليها هي أصدق ترجمان وأفصح معبر عن مشاعر وأحاسيس وأمال وألام الأمم والشعوب. الأغنية الوطنية لها دور بارز ومؤثر جدا عندما نقول تدور راح الحرب أو يحتدم القتال، فهي تشحذ وتستنهض الهمم، بتشد العزائم، بتخلق كمان روح الانتماء والولاء والتضحية والفداء لدى السامع. الأغنية الوطنية المصرية الحقيقة مصر دون الشعوب كلها تتمتع بأنها غنية جدا بالأغاني والأناشيد الوطنية، والتاريخ أثبت، وكما أثبت التاريخ أنه لا قوة للعرب بدون مصر، أثبت أيضا أنه لا فن إلا في أرض الكنانة، أرض الحضارات مصر. الحقيقة الشعب المصري والشعوب كلها عندما تكره، يعني إمتى بيتم استدعاء الغناء الوطني أو الأغنية الوطنية؟ عندما تكره الشعوب على صمتها وتكبل في انفعالاتها، فبتضطر بعد نفس صبرها خالص تضطر لاستخدام فنها اللي هو بيقولوا عليه أمضى سلاح في حركات الحرب والمقاومة. والشعب المصري الحقيقة يعني كان وما زال في حال الدفاع مستمر عن نفسه وعن أرضه وعن وطنه، والغناء المصري الوطني نقول ماشي مع الأحداث، مع كل نقول مراحل التحرر والاستقلال، منذ مثلا نقدر نقول من أوائل التاريخ من 1725 قبل الميلاد، مرورا بقى بكل الأحداث والثورات والحركات السياسية والمتغيرات السياسية التي مرت بها البلاد، وصولا لانتصارات أكتوبر المجيدة وما تبعها من أحداث. المبدع المصري بيعمل إيه؟ المبدع المصري بيعيش الحدث ويسافر بالحدث فين؟ في ثنايا الروح، ليعتمل الحدث بداخله ثم يقترن لنا بكلمات منتقاة ولحن جميل لا تخطئه الأذن. يتحول هذا اللحن إلى أغنية، هذه الأغنية الوطنية الرائعة تصبح صيحة مدوية يستصرخ بها المواطن ليحتشد الكل واحد. دي الأغنية الوطنية. فنجد أن معظم نجاح معظم الثورات والحركات السياسية الحديثة في مصر كانت مرتبطة بالغناء الوطني الذي يؤثرها ويؤيدها والمواكب لها. ولكن هنا لا نستطيع أن نغفر الجانب العسكري والجانب السياسي، طبعا جوانب في غاية الأهمية، ولكن احنا موضوعنا هو القوى الناعمة، ورافض هام من روافض القوى الناعمة هو الأغنية الوطنية اللي هي نقول موازية تضاهي القوى العسكرية في الأهمية، وده دور القوى الناعمة في مساندة القوى الخشنة. فمثلا على سبيل المثال ثورة عرابي في العام واحد ما بين عامي 81 و82 كان من أسباب إخفاقها هو قلة دعمها بالغناء الوطني. اللهم كان هناك بعض الكلمات، هذه الكلمات كلمات مقفاة تعبر عن مجلس قيادة ثورة عرابي، وبعض الكلمات برضو المغناه البسيطة جدا عن السخرية من المستعمر، السخرية من الخديوي الموالي للاحتلال. على سبيل المثال عرابي طلبة عبد العال، عرابي طلبة عبد العال ده اعضاء مجلس قيادة ثورة عرابي، يا ابني بلدي يا فلاح زف توفيقة للسفاح، وده كان فيه سخرية من الخديوي لانه موالي للاحتلال. لو رحنا بقى لثورة 19 أصابت قدر كبير جدا من النجاح لوقوف خالد الذكر فنان الشعب سيد درويش بجوارها، فكان بمثابة نقول الزعيم الثاني لثورة 19 بجانب الزعيم الأول سعد زغلول، وكان هو من صناع ثورة 19. وحتى لما تم نفي الزعيم سعد زغلول ظل سيد درويش يتغنى للوطن وللثورة ولسعد، حتى جاء القدر أو جاءت المفاجآت عندما عاد سعد زغلول من منفاه كانت هي عودة روح سيد درويش إلى برئها. سيد درويش الذي قد زال عاشقا في حب تراب هذا الوطن
في كل أعماله الفنية اللي هي يعني سكنت قلوب وأذهان ووجدان الشعب المصري والوجدان الوطني. نأتي بقى للثورة التي نحتفي ونحتفل بها في هذا الشهر شهر يوليو، ثورة 23 يوليو 52. هذه الثورة يعني نقول نجحت نجاح مذهل، وهذا النجاح المذهل كان سببه هو وقوف الغناء الوطني أو الأغنية الوطنية وإذاعتها على الشعب لحظة بلحظة. كان الساعة 8:30 هذه موعد إذاعة نشرة الأخبار، النشرة الصباحية في الإذاعة المصرية، وكان المصريون كلهم بيلتفوا حول المذياع حول الراديو لنقول لسماع الأخبار أخبار الثورة. فنجد قنديل يجدو على الدوار على الدوار، راديو بلدنا في أخبار، يلي في قاع يلي في قص، أمد الساعة 8:30 بالأخبار قلبك يتهنى، كنا في نار وبقينا في جنة. والأخبار عمالة بترص. طبعا اللي زي حالتنا من الأرياف أو من الصعيد عارف يعني إيه قاع وخص، يعني دي سهلة وبسيطة قوي. مش بس مصر هي الدولة التي تهتم بالأغنية الوطنية، ولكن كل الأمم كل الشعوب يعني عارفين ما للأغنية الوطنية من أهمية كبرى. ولذلك نجد في مذكرات الزعيم محمد فريد لما قال ان السبب في انجاح الثورة الفرنسية هو انشودة المارسلياز. المارسلياز انشودة نظمها الشاعر والمؤلف والموسيقي الضابط الفرنسي جوزيف كلود ديليل، وكانت هناك منتشر ايضا بعض الانواع من الاغاني الوطنية زي البروتست سونج او الاغنية الاحتجاجية، شبه بالضبط اغاني الكيان الفني امام وناجم عندنا هنا في مصر في فترة الستينات. طبعا نعود للأغنية الوطنية ودورها في الأحداث السياسية وأهم الأحداث السياسية، وكيف أثرت الأغنية الوطنية وتأثرت بالحدث وأثرت فينا كشعوب مصرية وعربية. ومع ضيفنا طبعا اللي مشرفنا ومنورنا هيبدأ الحوار، ولكن زي ما تعودنا دايما البداية مع الفن ومع الأغاني الوطنية الجميلة، وهنبدأ مع فرقة شموع والعندليب سعيد وصمعي.